وزارة الشباب والرياضة تقدم بيجاب لاكتشاف مواهب كل شباب المغرب. مرحبا بكم من بعد 6 ديال المدن والاف الكيلومترات، القافله ديال بيكاب كتحط الرحال ديالها في عروس الشمال مدينه طنجه اللي مشهوره بالاشعاع الثقافي والفني ديالها. هنايا في دار شباب حسنونه فينا نكتشفوا واش المدينه تجود علينا بشي مواهب ولا لا. مانيتو منذ الصباح الباكر بداو المشاركين كيجيو لدار الشباب ديال مدينة طنجة، الكل على استعداد باش يدوز امام لجنة التحكيم. مشاركين شباب وشابات وحتى الاطفال جاو من طنجة والنواحي. الكاستينغ بدا ومن بين الاوائل اللي دخلوا عند لجنة التحكيم هاد الشاب اللي غادي يشارك بالغناء. مدينة طنجة باعتبارها كانت آخر محطة في كاستينغ برنامج بيجاب، فجميع المشاركين اللي ما شاركوش في المدن الأخرى التحقوا اليوم بطنجة. والنموذج هاد المجموعة اللي جاوا من مدينة سلا واللي غادي توفقوا في تغيير الأجواء بقاعة الكاستينغ. في صنف موهبة الغناء كانوا مشاركين ومشاركات كتار اللي من مختلف مناطق الشمال وحاولوا يقنعوا لجنة التحكيم مثل يوسف سلامة اللي غادي يؤدي الطرب. قدك المياس يا عمري يا حسين الباني كاليسر، قدك المياس يا عمري يا حسين الباني كاليسر، انت احلى الناس في نظري جل من سواكم يا قمري. بعيدا عن الغناء كانوا مواهب مختلفه اللي قدموا عروض متنوعه بحال هذه المجموعه اللي غادي يشاركوا بالتعبير الجسدي، والعرض كان حول حياه المتشردين. الموضوع كان هادف لكن اداء المجموعه ما كانش في المستوى المطلوب. شكرا، شكرا كديروا مزيان وتبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. شكرا. في كاستينغ طنجة كانوا أعضاء لجنة التحكيم في غالب الأحيان كيستقبلوا مواهب اللي كتير انتباههم بل وكتخليهم مصدومين، خصوصا ملي كتكون الموهبة فطرية بحال هاد الفتاة اللي غادي تشارك بالأوبرا اللي معجبة بها ومتبعها رغم أنها ما عمرها ما قراتها في شي معهد. ها مي خديتي لي لي بارول؟ قرب اليوتيوب كيكون لي ريكس مكتوبين. كيفاش نزلت عليك هكا لوبيرا وجاتك فكره؟ السؤال اللي كان كيفاش بوحديتك جالسه في داركم لوبيرا؟ كيفاش؟ لا حيتاش مي كنت باقا صغيره كنت كنسبق كنغنيها. اه
حق ما كنتي حق كنحفظ الكلمات. فين سمعتيها؟ التلفازه شفتيهم قلتي هادشي يعجبني في اليوتيوب. وقلتي هادشي مزيون كيعجبني. يوتيوب سي فابل اليوتيوب. الكاستينغ بديت طنجة مازال متواصل، مفاجآت كثيرة ومواهب كثيرة في انتظاركم، بقوا معنا. Get